المكان قصر هيزل التاريخي ببروكسل، موقع رفيع لحدث اقتصادي كبير. المعرض الأوروبي لمنتجات البحر السيفود 1600 عارض من 70 بلدا ل 35 ألف زائر مهني. هؤلاء سيجوبون أروقة تتنافس لكسب الحظوة، حظوة يفرضها الرواق المغربي بعملات بحرية نفيسة، منتوجات خليج الداخلة في الصدارة. لقد حاولنا أن نحضر بقيمة مضافة منتوجات المنشأ، والمنشأ هو الداخلة، أسماك الداخلة بمذاقها المميز، وهنا أذكر الأخطبوط الدائع الصيت في العالم خاصة اليابان وإسبانيا، والسبب الجودة والمذاق. لدينا مصانع في الداخل والعيون وأكادير، لكننا نحاول هذا العام التركيز على المنتجات القادمة من الداخل، خاصة ما يتعلق بالرخاويات التي عرف إنتاجها ارتفاعا في الشهور القليلة الماضية. بالتقاء طيارين بحريين بارد وساخن أضحى الجنوب المغربي من أرقى المصايد من حيث الكم والجودة، جودة مطلوبة بنهم تعرضها هنا 40 مقاولة مغربية مختصة في الصيد والمنتجات البحرية. يقدم المغرب في هذا المعرض المنتجات البحرية الرئيسة التي يتم تحويلها، لكن هناك أيضا منتوجات طرية. منتجات طرية يبحث المغرب عن تطوير استغلالها من خلال الاتفاقية الجاري التفاوض حولها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.